جايين بمزارة واقفة احتجاجية عشان نبارك لك يا عنيا يا أحلى عروسة وعريس في الدنيا دي. مبروك يا عريس. أنا كريم بعمل دور بنت بنوتة اسمها سارة. هي في الأول بنت غلبانة وبعدين بسبب موت والدتها بتحاول تنتقم من صاحب الكباريه اللي هو مرضاش يساعدها. مش عايزة أحرق الأحداث قوي, خليها تبقى مفاجأة يعني. بس في الآخر يعني الموضوع كله اللي هي بتبقى نهايتها وحشة, اللي هو الشر برضو نهايته شر. مش عشان أنا يعني بعمل أو مثلا باخد حقي أو طاري اللي أنا أأذي نفسي, عايزه اقول اللي هو الشر بيبقى اخره شر. ودي القصه اللي خلتني اعمل دوت. انا طالعه رقاصه اوكي, وبطريقه مختلفه خالص, والظروف هي اللي بتضطرها ترقص علشان تنتقم مش عشان ظروفها وحشه المره دي. هو احنا شفناها عشان ظروفها وحشه فبترقص فبتشتغل ريكلام, لكن القصه مختلفه تماما. هي بتشتغل رقاصه عشان تاخد حقها مش عشان هي غلبانه او عايزه فلوس. انا بعمل فيلم اسمه كتاوت مع استاذ بيتر ميمي. ده فيلم برضو شعبي اوكي, بس قصه بتاعته مختلفه عن الفيلم الاولاني. والله انا مش عايزه احرق لك الاحداث, بس خلينا ما نصور ان شاء الله يا كريم تبقى تيجي ونعمل انترفيو يعني. والله في دوري في الفيلم طلع بنت كان ماشيها مش كويس, وما بتحب بتبطل ده وبتخلص فعلا لحبيبها, وبتتعرض بقى طبعا. البنت جميله شويه او مثيره شويه فبتتعرض لاغتصاب, وفي احداث كتير قوي يعني ان شاء الله هتبقى تعجب الجمهور. اولا اهلا بيكم, و بنعمل فيلم ابنكار طالع فيه بشخصيتين مختلفتين. شخصيه اللي هو الساذج اللي هو على نياته, وشخصيه تانية اجراميه. الفيلم بيحكي عن صراع معين للوصول لغرض معين وهو الورث, وبنشوف حاجات كتيرة في الفيلم وفي مفاجآت. وبقول ابنكار مختلف عن ما تقدم قبل كده من تصوير من ناحية الكباريه. في ان شاء الله الاسبوع القادم داخل فيلم كتاوت مع المخرج بيتر ميمي, ودي تاني تجربة بيني وبينه بعد فيلم سبوبة. اسبق روان اطلع سنة قدام, سنة قدام. ايوة يلا خدت كلاك تمام داير مارك ست اكشن. جايين بمظاهرة واقفة احتجاجيا عشان عيونك يا عنيا يا أحلى عروس وعروس في الدنيا دي. شرفت حبيبي شرف. مبروك يا عريس. كوكو الله يبارك فيك. جاي الحاج عماد وسهر. جايلك يا بنت. مبروك يا عروستنا. على ايه يا اختي؟ اهلا بيك يا كريم, واهلا بأخبار اليوم والمشاهدين جميعا. في ابنكار انا بعمل شخصيه حكا. دي شخصيه موجوده في النايت, مسؤول عن البنات الريكلام. بس اول مره العب الشخصيه ديت, هي شخصيه جي. فهو حكا ملازم النايت. امشي يا كلب. الف مبروك. يلا شوف شغلك, عايزين نشتغل. يلا يا عم فلا يلا. ضريف ابنكار دور غامض طول الفيلم. تقريبا انا اللي بدبر الجريمه يعني. هو دور غامض شويه, من كل مشهد ومشهد بتحول شخصيه لشخصيه, مره شر مره خدامه, بتوسل مختلف يعني حلو. انا بلعب شخصيه هلباوي دوت مدير الصلاة اوكي. بنتقم من صاحب المكان اللي هو دياب, لان هو اللي قتل في احداث الفيلم يعني اختي.
وهو ما يعرفش انها اختي، وهاخد منه الكباريه وهاخد منه كل حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك. فيلم ابن كار هو بيدور في باختصار كده في موضوع انتقام، بدور احداثه كلها في كباريه، فبتحصل جريمه قتل بيتخللها مشاهد قتل واكشن، وبيحصل ان في حد عايز ينتقم لاخوه. مش هقدر طبعا اكمل اكتر من كده عشان ما احرقش القصه. مش شايف ان القصه مكرره شويه او كباريه؟ هو مش، لا، هي هنا الفيلم فيه خط درامي مختلف عن اي فيلم تاني، بيتكلم عن نقطه انتقام، ففي خط درامي مش زي بقيه الافلام التانيه.